زين مصطفى، حكي بيناتنا وسرك بقناة، قد حصلتوا على هالقناة على الأغنية الأخيرة اللي نزلت مال تعال؟ يعني من اليوتيوب بس، من اليوتيوب يعني. هاي أرقام تروح للشركة هي يعني شنو؟ أوكي إحنا نريد نعرف هالأرقام يعني. عسى ولعل إنه شباب أكيد يروحون يعني يحاولون ينزلون أغاني شغلات، شو تقول؟ يعني سرك بقناتي يعني، أنت لا تخاف أصلاً. مو أقول لك، أنا خاف أقول لك رقم يطلع أقل يطلع أكثر، واحد يبقى طموح. تقريباً معدل، معدل لا هو عالي ولا هو ناقص. أكثر من $1,000؟ لا لا لا، تبقي على صفحة. تبقي على صفحة. لا هيك انت راح، هذا يسمونه نطرد عيون. لا اريد اسمع منك رقم. لا شوف، لاول مرة. لا لا لا، مو قصة رقم يعني، احنا ما محددين. شوف قناة نجوم الدار البيضاء هي بها كم يعني، بها تقريبا 800 انتاج، 800 عمل. فهذا كل ما يصير بها كم، كل ما يجي الإيراد أكثر. يعني هاي إنتاجات يعني كل أغنية تنتج ب 25-30 ألف دولار ب 15. خاف هسه صارت بالتليفون ببساطة. لا كان قبل يعني نصرف آلاف على هذا. صحيح، على الفيديو كليب يتخلص. فشي يشيل شي، عمل ينجح عمل ما ينجح، فكل الإيرادات تعود للشركة، لأنه بالنتيجة الشركة من جهة إنكم هي أكو وراها مصاريف، وراها دفع، وراها إنتاجات، وراها. أنت رقم واحد أقول لي إيلو لا أعلى ولا أكثر؟ أوكي 250 ألف دولار راح يشيلونه. 250 ألف دولار مو أكثر لو أعلى. أعلى أعلى خلاص. تمام. العاد أريد أحكي على التكاليف الفيديو كليب، مو التعال خلينا نقول. نعم. الثانية اللي تعال كلفتنا يعني التوزيع أخونا وحبيبنا سرمد عز الدين، وزعناها هدية كلمات وألحان علي جاسم ألحانة، والكلمات زيدون مؤيد أخونا وحبيبنا، بلاش مجاني، والتصوير انا صورته بتليفوني هم مجاني. حلو. هاي شوفوا الصراحه اعلى فيوز كانت حلم. شفتي خاف يقولون لا والله احنا صرفنا كوبيهم، يجي يهول لك الارقام. لا لا لا, 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 لا. كل شيء صرفنا عليها، وحتى ما منتجت ثاني يعني، هيك بس خليت السنابات ويج بس السنابات اي وبالتليفون يعني، حتى المونتاج بالتليفون. اي نعم. لا ما يصير هيك. طبعا العفويه دائما تطلع في شيء جمالي كلش حلو صراحه، انه العفويه دائما تطلع في شيء جمالي.